كنت أكتب المعلومات اللي كنت أسمعها، الأشخاص اللي كنت أشوفهم، اللي أسمع أسماءهم، المخططات داعش، كنت أكتب كلها عندي. فترة اللي كنت عند الأسيرة عند أبو محمد العدناني كنت أشوف كثير يدربون أشخاص بعدين يطلعوهم على دول العربية، يطلعوهم على أي دولة، يعتبروهم هذه الخلايا إذا تأزمت وضع الدولة هم اللي راح يساعدوهم. ومن ناحية ثانية هم كدول العناصر اللي كانوا يسيرون خلايا خارج سوريا العراق كانوا يدعموهم مادياً. البداية كانت كثير صعبة بالنسبة لي، بعدين أنا من حالي قلت أنه لازم أنا أنه خلاص أطيع الأوامر لحتى أفتح طريق لنفسي، حتى يوم من الأيام هم يثقون بي أقدر أهرب. فما كان بإيدي شيء غير أني أطيع أوامره، كل شيء كان يطلب مني كنت أطيع أوامره. بالوقت أنا قضيت مع الأولاد، لأن أبو بكر البغدادي وزوجته أم خالد فكثير كانوا مشغولين. المكتب أبو بكر البغدادي ما كان يفضى، وهي زوجته اللي هي زوجة الوحيدة اللي كان يثق فيها، ومثل نقول أنه إيد اليمين، هي اللي كانت تشتغل عنه كثير أشياء، في اجتماع هي تدخل معه أو في كثير أشياء، أنه هو ما يكون موجود هي تتحمل المسؤولية. عصبت كثير وبلشت تضربني وتصيح وتقول كلام أنه نحن وثقنا فيك واعتبرناك مثل بنتنا وطلعتي أنه كاتبة كل شيء عننا. فأبو بكر البغدادي طلع على صوته على الغرفة اللي كنت أنام فيها، ولما شاف هو كمان كمل الضرب علي، وبنفس اللحظة حاول بوجود زوجته، بوجود زوجته حاول يعتدي علي.